قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين الظاهرة التي يعرفون بها، فهم لا يصدقون مع الله جل وعلا ولا يصدقون مع الناس، فالواجب الحذر منهم غاية الحذر. وما أكثرهم اليوم بين المسلمين الذين يعيشون بيننا وهم من أبنائنا ومعنا، يعيشون بيننا ولكنهم يروجون الشكوك والشبهات والشرور، ويرجفون بالمسلمين دائما وأبدا، تسمون بالعلمانية، تسمون بالديمقراطية، تسمون بأسماء متسترون بها، ولا يقولون إنهم منافقون لأنهم يدعون الإسلام. فعلينا أن نحذر جميعا من شرهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، فهم حرفتهم الكذب ويفرحون بالكذب ويروجون الكذب بين المسلمين. وإذا وعد أخلف لا يفي بوعده لأنه ليس معه إيمان. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم في المحكمة فإنه يفجر في اليمين ويحلف وهو كاذب ويشهد شهادة الزور، غير ذلك من صفات المنافقين. فاحذروهم وحذروا منهم.